نقولك على الفيديو، انا اول حاجه ما نكذبش، انا السيد ما كنعرفوش، يعني ما كنعرف عليه والو السيد اللي طرا لي المشكل، ولكن شفت الفيديو، اللي شاف الفيديو وتشمعن فيه مزيان غادي يشوف باللي في الفيديو باللي بعد الاستاذه بعد اول حاجه بعد الفيديو ما خاصهاش دير لي الفيديو وكتقولي دير لمو بحال هكا وما بحال هما كيستدرجوه، يعني هما كيستفزوه باش يضاربوا معاه. واحد الاستاذ اللي جا دخل وسطهم وشدوا بحال هكا من راسه كيدور ليه في راسه، يعني هما حامين عليه، والاستاذ اللي جات موراه وكتجر ليه في العنق ديالو بحال باغا تشنقو هذيك، يعني هذيك ما عندهاش الحق بعدا دير هذيك اللقطه، هذيك ماشي كتفك، هذاك كيتحاماو عليه. واخا انتوما كتعرفوا هذه المدرسه هذه قريتوا فيها؟ عند المدرسه هذه قراو فيها الاخوه ديالي وما بقاوش فيها حاليا. المهم شنقول لك على، يعني انا كان طرا لي نفس المشكل عنده، كنت دخلت عنده وبغيت ندوي مع المدير، مع دخلت غادي ندوي مع المدير ويدفعني، دفعني بحال هكا ديك اللعبه ديال ما تدخلش، يعني كيستفزك، يعني انت كضطر انك تدوي معاه تتشب بطريقه ماشي هذيك. صافي قلت لك عدو، علاش مشيتي عندو؟ كان معدي على الاخ ديالي، يعني هو دابا مثلا شي واحد شي تلميذ دار شي حاجه في القسم ماشي ما كيعاقبوش الاستاذ، كيصيفطوا للمدير، المدير اللي كيضربوا بطريقه اللي خايبه، يعني ضرب الاخ ديالي، ضربوا في زرق ليه الركابي ديالو، مشيت بغيت ندوي معاه، يعني حضر، يعني باغي ندوي معاه، حتى بدا كيخرج في عيني وبدا يدفع فيا، يعني صافي وصلنا ثاني طرا لي نفس الشكل ديالو، حتى هو كلشي شادك من هنا شي شادك من هنا، صافي وصلنا لعند جوندارم. درنا محضر كما كملنا، صافي تسامحنا تماك وصافي ما باغينش مشاكل. هادشي اللي كانوا كيقراو فيها يعني ديالك، كيفاش كانوا كيقراو تما؟ واش نقول لك هذه واحد النقطه بعدا غنقولها لك، يعني دابا بحال دابا ملي كيجي ولي امر التلميذ كيبغي يدخل كيبغي يشوف استاذ باش يسول على ولده ولا كذا، المدير كيقول لك لا ما تدخلش عنده، بغا شي يتسناه في الباب، وهذه في شهاده الجامع. دابا ملي غتدخل دابا تسول العيالات الصباح كيجيبوا ولادهم غتقول لك نفس الشيء بحال هكا، يعني ملي كتبغي تدخل كتبغي تسول على ولادك يقول لك تسناه في الباب، هو في الباب الاستاذ كيخرج بالطوموبيل بحال خارج من كامبنو، يعني خارج كيمشي يطلع لدارو كيطلع لبرشيد ولا كيطلع فين، يعني ما كيبغيش يوقف لك ولا يحل لك الجاج يدوي معاك، يعني كيفاش تلاقى هذا الاستاذ الله اعلم، يعني اي واحد غيبغى يدوي معاهم غادي يضاربوا معاه غيديروا لي، وكيف ما كاينش، وكيف شفتي في الفيديو راه ما لقطه ما والو. يعني فهمتي كيخدموهم بحال واحد النار وربي اللي شاهد عليا قسما بالله العلي العظيم، ملي كانوا كيصاوبوا في هذاك الباب الجديد اللي داروا كيخرجوا الدراري الصغار كيعطيهم برويطات كيجمعوا الحجار من تماك، يعني باش يجيبوا شي واحد اللي يتكلف في هذاك الشيء كيخرجوا الدراري الصغار كيستغلوهم. وملي غدوي معاه وحضرت لهذا الشيء، هو خويا ادري ديالي جا قال للوالده مشى دوز معاه قال لا هذا الشيء ما كاينش، تا هو معاهم راه داك الشيء باش عرفنا حنا، قال خرجنا هزينا الحجار هذه، يعني ما كاينش معاه من دو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.